مرحبا بكم في قناة نور المعرفة، حيث نأخذكم في رحلات شيقة إلى أعماق الغابات وأعماق الكهوف وأعالي الجبال الملعونة. اليوم سنروي لكم قصة مجموعة من الأصدقاء الشجعان الذين قرروا استكشاف أخطر وأغرب الأماكن على وجه الأرض. تعالوا معنا لنعيش مغامرتهم المثيرة ونتعلم من تجاربهم الفريدة التي تحمل في طياتها دروسا في الشجاعة والتصميم. كان صباحاً مشرقاً عندما انطلقت مجموعة الأصدقاء المكونة من علي وسارة ومحمد ونورة إلى وجهتهم المثيرة التالية: غابة الأمازون. تعد غابة الأمازون واحدة من أكثر الأماكن غموضاً وإثارة على وجه الأرض، حيث تمتد على مساحات شاسعة تعج بالتنوع البيولوجي الهائل. قرر الأصدقاء أن يبدأوا مغامرتهم من مدينة ماناوس البرازيلية التي تعتبر البوابة الرئيسية لاستكشاف الغابة. بعد أيام من التحضير وشراء المعدات الضرورية مثل الخيام وأدوات الطبخ وأدوات الإسعافات الأولية وأجهزة تحديد المواقع، توجهوا إلى مدخل الغابة. كان الهدف هو استكشاف أعماق الغابة حيث لم يصل العديد من البشر من قبل. عند دخولهم الغابة شعروا بأنهم دخلوا عالماً مختلفاً تماماً. الأشجار العملاقة التي تمتد أغصانها عالياً في السماء تغطي المكان بظلال كثيفة، مما يجعل ضوء الشمس يتسلل بصعوبة. كانت أصوات الطبيعة تحيط بهم من كل جانب، زقزقة الطيور الملونة وصراخ القردة التي تتأرجح بين الأغصان وأصوات الحشرات التي تملأ الهواء. استمر الأصدقاء في التقدم بحذر، يتنقلون بين الأشجار ويتفادون النباتات الشائكة والحشرات الضارة. في أحد الأيام وهم في طريقهم إلى مخيمهم الليلي، اكتشفوا آثار أقدام كبيرة على الأرض، آثاراً تبدو وكأنها لحيوان مفترس كبير. شعور بالقلق تسلل إلى قلوبهم، لكنهم قرروا المضي قدماً بحذر وتوخٍ. في مساء ذلك اليوم، وبعد أن نصبوا خيامهم وأشعلوا النار لتحضير العشاء، جلسوا يتحدثون حول تجاربهم حتى الآن. فجأة سمعوا صوتاً غريباً قادماً من الأدغال القريبة. توقفوا عن الكلام وحبسوا أنفاسهم محاولين تحديد مصدر الصوت. بعد لحظات من الترقب ظهر أمامهم نمر صغير كان يبدو جائعاً وبحثاً عن الطعام. بحركة هادئة قام علي بإلقاء بعض الطعام بعيداً عن المخيم لإبعاده. ابتعد النمر الصغير بعد تناول الطعام، لكن هذه اللحظة جعلت الأصدقاء يدركون حقاً حجم المخاطر التي تحيط بهم في هذه الغابة المظلمة. مع كل يوم يمر كان الأصدقاء يكتشفون المزيد من أسرار الغابة. اكتشفوا أنواعاً نادرة من النباتات والحيوانات، وشاهدوا شلالات مائية ساحرة، وتجولوا في مستنقعات عميقة. كانت تجربة لا تنسى بكل المقاييس، مليئة بالمخاطر والمفاجآت، لكنها أيضاً كانت مليئة بالجمال الطبيعي الذي لا يمكن وصفه بالكلمات. في نهاية مغامرتهم كانوا متعبين ولكن مليئين بالذكريات الرائعة والتجارب التي لن ينسوها مدى الحياة. كانت هذه البداية فقط لمغامرتهم الكبيرة حول العالم، حيث قرروا أن يستمروا في استكشاف أخطر وأغرب الأماكن على وجه الأرض. بعد نجاح رحلتهم في غابة الأمازون استعد الأصدقاء لخوض مغامرة جديدة في مكان مختلف تماماً، لكن لا يقل غموضاً وخطورة. وجهتهم هذه المرة كانت كهوف بلازو في جنوب إيطاليا، وهي سلسلة من الكهوف التي تشتهر بتكويناتها الجيولوجية الفريدة وممراتها الضيقة التي تتطلب شجاعة ومهارة لاجتيازها. وصل الأصدقاء إلى مدينة ماتيرا القريبة من الكهوف، حيث بدأوا بتجهيز أنفسهم بأحدث معدات التسلق والإنارة. كانوا يعلمون أن الكهوف مليئة بالمخاطر الطبيعية مثل الصخور الحادة والممرات الزلقة، ولذلك حرصوا على التدرب بشكل جيد قبل الدخول في تلك المغامرة. عند وصولهم إلى مدخل كهوف بلازو شعروا بمزيج من الحماس والتوتر. كانت الفتحة الرئيسية للكهوف تبدو كفم مفتوح لعالم مجهول تحت الأرض. بمصابيحهم القوية وخوذاتهم بدأوا النزول إلى أعماق الكهوف. في البداية كانت الممرات واسعة نسبياً، مليئة بالتكوينات الصخرية الرائعة التي تضيء تحت أضواء المصابيح. قطرات الماء المتساقطة من السقف تضيف جواً من الرهبة وتملأ الكهف بأصداء تشبه الموسيقى الهادئة. كانت المشاهد في الداخل تخطف الأنفاس بجمالها وغموضها. بعد مرور بعض الوقت بدأت الممرات تضيق شيئاً فشيئاً، وأصبح التنقل يتطلب تسلق الصخور والانزلاق عبر الفتحات الضيقة. في إحدى النقاط واجهوا ممراً شديد الضيق بالكاد يكفي لمرور شخص واحد على الزحف.
قرر الأصدقاء أن يتقدموا بحذر شديد، يتناوبون على العبور واحدا تلو الآخر. بينما كانوا يزحفون عبر هذا الممر الضيق، شعر محمد بحجر يتزحزح تحت يده، ما جعلهم يدركون مدى هشاشة الأرضية التي يتحركون عليها. تبادلوا النظرات الصامتة التي تحمل في طياتها الكثير من القلق، لكنهم استمروا بعزم وإصرار. بعد مرور الجميع بنجاح، وجدوا أنفسهم في كهف واسع آخر، مملوء بالصواعد والنوازل الكلسية التي تلمع كالجواهر تحت أضواء المصابيح. في هذا الجزء من الكهف اكتشفوا بحيرة صغيرة تحت الأرض، مياها صافية تعكس أشكال الصخور المتدلية من السقف. قرروا أخذ قسط من الراحة هنا، وتناول بعض الطعام واستعادة طاقتهم قبل مواصلة المغامرة. الجلوس بجانب تلك البحيرة أعطاهم فرصة للتأمل في جمال الطبيعة وهدوء المكان. بعد الراحة استأنفوا رحلتهم عبر الكهوف، واكتشفوا ممرات جديدة وغرفا مخفية مليئة بالأسرار. في إحدى الغرف وجدوا رسومات قديمة على الجدران تعود إلى العصور الحجرية، ما أضاف بعدا تاريخيا لمغامرتهم. كانت تلك اللحظة مليئة بالإثارة، حيث شعروا وكأنهم مستكشفون يكشفون عن أسرار مفقودة منذ زمن بعيد. أمضى الأصدقاء عدة أيام في استكشاف كهوف بلازو، يتنقلون بين ممراتها الضيقة وغرفها الفسيحة، ويعيشون تجارب لا تنسى. في النهاية خرجوا من الكهوف متعبين لكن فخورين بما حققوه. كانت تجربة محفوفة بالمخاطر، لكنها أيضا أضافت إلى مخزونهم من المغامرات والذكريات الفريدة. مع نهاية هذه المغامرة كانوا يعلمون أن الرحلة لم تنته بعد، وأن هناك المزيد من الأماكن الغامضة والخطرة التي تنتظرهم في مغامراتهم القادمة. بعد مغامرتهم المثيرة في كهوف بلازو، قرر الأصدقاء أن يتوجهوا إلى واحدة من أكثر المناطق الغامضة والخطرة في العالم، جبال الهيمالايا. تعد الهيمالايا مجموعة من أعلى الجبال في العالم، بما في ذلك جبل إيفرست، وهي مشهورة بتضاريسها الوعرة وطقسها القاسي. لكن ما جذب الأصدقاء إلى هذه المنطقة هو جبل كانشينغونغا، الذي يحمل سمعة بأنه ملعون بسبب العديد من القصص الغامضة عن اختفاءات وأحداث غريبة حدثت هناك. استعد الأصدقاء للرحلة بتجهيزات خاصة تشمل الملابس الثقيلة المناسبة للطقس البارد، وأدوات التسلق الحديثة، والإمدادات الغذائية الكافية. بدأوا رحلتهم من مدينة دارجيلينغ الهندية، حيث التقوا بمرشد محلي خبير يعرف خفايا الجبل وأسراره. عند بدء التسلق كانت الأجواء مثالية تقريبا، السماء صافية والشمس تسطع بأشعتها الذهبية على قمم الجبال المغطاة بالثلوج. لكن مع تقدمهم في الارتفاع بدأت الظروف تتغير، الرياح الباردة أصبحت أقوى، ودرجات الحرارة بدأت في الانخفاض بشكل حاد. في اليوم الثالث من رحلتهم بدأت تظهر لهم علامات اللعنة التي سمعوا عنها. أثناء عبورهم إحدى الوديان الجبلية الضيقة، لاحظوا أن الأجهزة الإلكترونية بدأت تتعطل فجأة. أجهزة تحديد المواقع والكاميرات وحتى ساعاتهم توقفت عن العمل. حاولوا التحقق من السبب ولكن دون جدوى. شعور بالقلق بدأ يتسلل إلى نفوسهم، ولكنهم قرروا مواصلة الرحلة، معتمدين على خبرة مرشدهم ومعرفتهم الجيدة بالخرائط. في إحدى الليالي أثناء استراحتهم في مخيمهم، سمعوا أصواتا غريبة تأتي من الجبال المحيطة. كانت أصواتا تشبه العويل أو الصراخ، مما جعلهم يشعرون بالخوف والريبة. حاولوا تحديد مصدر الصوت، لكن الظلام والبرد كانا يعوقانهم. مرشدهم المحلي أخبرهم أن هذه الأصوات ربما تكون بسبب الرياح التي تمر عبر الشقوق الجبلية، لكن الأصدقاء لم يستطيعوا التخلص من الشعور بأن هناك شيئا غريبا يراقبهم. في اليوم الخامس أثناء صعودهم نحو قمة كانشينغونغا، تعرضوا لعاصفة ثلجية مفاجئة. الرياح العاتية والثلوج الكثيفة جعلت الرؤية شبه معدومة، وكان عليهم أن يقيموا مخيما مؤقتا في مكان محمي حتى تهدأ العاصفة. أثناء انتظارهم داخل الخيام بدأوا يسمعون همسات غريبة تشبه الكلام بلغة غير معروفة. كان الجو باردا للغاية، لدرجة أن الدفء الوحيد الذي شعروا به كان من أجسادهم المتلاصقة داخل الخيام. عندما هدأت العاصفة أخيرا قرروا الاستمرار في تسلقهم رغم الصعوبات. وفي اليوم السابع تمكنوا أخيرا من الوصول إلى إحدى القمم الفرعية لجبل كانشينغونغا. كانت المناظر من الأعلى تخطف الأنفاس، حيث تمتد السلاسل الجبلية أمامهم في مشهد رائع. في تلك اللحظة شعروا بمزيج من الفخر والرهبة،
رغم كل الصعوبات والمخاطر، تمكنوا من التغلب على اللعنة المزعومة وحققوا هدفهم. بدأوا في النزول بحذر، متعلمين من تجربتهم أن الطبيعة يمكن أن تكون جميلة وخطيرة في نفس الوقت، وأن الإيمان بالقدرة على التغلب على التحديات يمكن أن يكون القوة الدافعة التي تجعل المستحيل ممكناً. عند عودتهم إلى دارجيلينغ، كانوا محملين بالذكريات والتجارب التي لن ينسوها أبداً. كانت هذه الرحلة إلى جبال الهيمالايا درساً في الشجاعة والصمود أمام الظروف القاسية، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من مغامراتهم المثيرة حول العالم. عد هذه المغامرات المثيرة، عاد الأصدقاء محملين بالذكريات والتجارب التي لن ينسوها أبداً. تعلموا أن الطبيعة رغم جمالها تحمل في طياتها تحديات هائلة تتطلب شجاعة وصموداً. إذا كنتم تحبون المغامرات وتبحثون عن الإلهام، اشتركوا في قناة نور المعرفة لتكونوا جزءاً من رحلاتنا القادمة. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة القصة مع أصدقائكم. نراكم في الفيديو القادم.